بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنتحدث اليوم إن شاء الله عن أهم المصطلحات في علم المحاسبة. أهم المصطلحات في علم المحاسبة. أول شيء حنتكلم عن المعاملة المالية. المعاملة المالية أو العملية المالية أو العملية المالية. طبعاً المعاملة المالية أو العملية المالية أو بسموها Financial Transaction أو Operation هي عبارة عن حدث له أثر مالي. حدث له أثر مالي بكل بساطة كما شرحنا في التعريف. اليوم إحنا عندنا مشروع، هذا المشروع قائم على مجموعة من العمليات أو المعاملات المالية. هذه المعاملات المالية سنجد بأن لهذه المعاملات المالية أثر مالي، اسمها معاملة مالية، يبقى يجب أن يترتب عليها أثر مالي. وأخذنا مثال بسيط جدا اللي هو شراء البضاعة. شراء البضاعة. طيب الآن أنا لما بشتري بضاعة اتفقنا مسبقا أن البضاعة بحد ذاتها مال، وعشان أشتريها لازم أنا أضحي بمال وسمناه اللي هو المال النقدي والمال العين. طيب الآن لو سئلت سؤال قلت لو أنا اشتريت البضاعة على الحساب، لو أنا كصاحب المشروع اشتريت بضاعة دين، اشتريت بضاعة بالأجل دين، الآن أنا لما بشتري بضاعة دين أنا إجتني بضاعة وهذا مال، مال عين. طيب أنا ما ضحيتش بمال، لا أنا ضحيت بمال. هنا التضحية بتكون بمقدار المبلغ المستحق عليه، يعني وكأني بدل ما أقول كلمة ضحيت بمال بقول ألزمت نفسي بمال، يبقى مال مقابل مال. يبقى في الحالة الأولى أنا لما دفعت نقدي يبقى دخلت علي بضاعة مال عيني وأنا طلعت فلوس أو نقود مال نقدي. أنا الآن لما اشتريت بضاعة بالأجل أنا دخلت علي بضاعة مال عيني وألزمت نفسي بإيه؟ بمال سيتم سداده في المستقبل. وصلت الفكرة؟ طيب الآن المعاملات المالية، معاملات المالية إما تندرج تحت الأصول، الأصول وسنتحدث عن الأصول في إطار ثلاث أنواع من الأصول، أو دعونا نقول لأنه هذا متخصص شوي، دعونا نقول نوعين من الأصول، أصول ثابتة وأصول متداولة. طيب بداية إيش يعني الأصل؟ إيش يعني الأصل؟ الأصل عرفوه علماء المحاسبة بأنه أي مورد اقتصادي له منافع مستقبلية. أي مورد اقتصادي له منافع مستقبلية. تعريف علمي، تعالوا مع بعض نفسره هيك بشكل سريع. اليوم أنا عندي مشروعي، أهم أصل من أصول المشروع قطعة الأرض. أهم أصل من أصول المشروع قطعة الأرض. يعني الآن لا أستطيع إقامة أي مشروع، يعني أنا مثلا بدي أعمل اللي هو إيه؟ شركة لبيع مواد البناء، شركة مشروع لبيع مواد البناء، أنا بحاجة إلى قطعة أرض. هذه تسمى أصل ثابت. هذا الأصل مورد اقتصادي، يعني كما عرفونا علماء اللي هو المعرفة أو العلماء بأنه إيه؟ بأنه الأرض هذه مورد، هذا الأرض يمكن استخدامها ومن المتوقع أن نتحصل على منافع مستقبلية من خلال، لأنه لا نستطيع إقامة المشروع في الفضاء. وصلت؟ أيضا نحن نحتاج إلى مبنى، والمبنى كذلك أصل، تمام، وأصل ثابت. لا نستطيع إقامة المشروع في الفضاء، وكذلك لا نستطيع إقامة المشروع في العراء،
يعني ما ينفعش الواحد يقول والله انا بدي اعمل مشروع خلاص على قطعه ارض، ارمي البضاعه ايه على قطعه الارض، لا، احتاج الى مبنى، وهذا المبنى يحتاج الى تاثيث، تاثيث بالث، تاثيث يعني بتحتاج الى اثاث، ويحتاج الى تجهيز، اي يحتاج الى اجهزه ومعدات زي جهاز الكمبيوتر، زي جهاز الطابعة، زي جهاز التلفون، زي ماكينة التصوير. كل شركة اليوم تحتاج إلى هذه الأثاث، تمام، والأجهزة، تحتاج إلى اللي هو أثاث من مكاتب وخزانات ومقاعد، هذه كلها أثاث. أيضا نحتاج إلى آلات، لو كان المشروع صناعي مثلا مصنع، نحتاج كذلك إلى آلات، ونحتاج في النهاية إلى سيارات لنقل البضاعة وللحركة في الشركة. هذه تسمى جميعها أصول ثابتة. لماذا سميت أصول ثابتة؟ سميت أصول ثابتة لأن الخاصية الأساسية لهذه الأصول جميعها هي خاصية الثبات، أي أن تبقى في الشركة لفترة طويلة، أي بقاؤها في الشركة لفترة طويلة، أي يتم استخدامها داخل المشروع أو داخل الشركة لفترات طويلة. فمثلا لا نستطيع أن نقول والله الشركة تخطط بيع الأرض المقام عليها المشروع، طبعا احنا إذا بعنا الأرض يعني كأننا بنقول بعنا المشروع. لا تستطيع الشركة أن تقول بأننا نريد بيع المبنى المقام عليه المشروع، أنا بيع المبنى يعني أنه أنا خلاص بدي أبيع المشروع بالكامل. لا أستطيع أن أقول أنه أنا والله بدي أبيع آثاث وأجهزة اللي هو المشروع، ولا كيف بدي أمارس العمل؟ يعني أنا أدخل مبنى شركة لا ألاقي فيه لا مكاتب ولا طاولات ولا أجهزة ولا كمبيوترات، يستحيل. وكذلك سيارات المشروع، وكذلك آلات المشروع، فهي أصول ثابتة معمرة، وتأخذ مصطلح الأصول الثابتة المعمرة الملموسة، الملموسة تمام، والتي تستخدم في العملية الإنتاجية أو تستخدم في المشروع لفترات طويلة، أي ذات عمر طويل. وهنا لا يقصد الثبات اللي هو الحركة أو عدم الحركة، لا، هنا يقصد بالثبات اللي هو استخدامها في المشروع لفترات طويل. أما عندنا الأصول المتداولة وهي عبارة عن 6 بنود، تعالوا مع بعض نحفظهم. البند الأول النقدية في الصندوق، ورقة وقلم مسجل، النقدية في البنك، طبعا هنا يقصد بالنقدية في الصندوق النقدية في الخزينة. أي مشروع في الدنيا لابد أن يكون له خزينة أو صندوق، تمام، وهذا ما نشاهده في جميع الشركات. شركة لازم يكون لها خزينة، خزنة بالمعنى، ويجب أن يكون لها حساب في البنك. يبقى في عندنا نقدية في الصندوق وعندنا نقدية في البنك. عندنا الأوراق المالية أو الاستثمار في الأوراق المالية اللي هي ما تعرف بالأسهم والسندات، هقول هنا بسرعة. عندنا الكمبيالات أو أوراق القبض، وعندنا المدينين اللي هو اللي إحنا بندينهم، اللي إحنا بنبيعهم بضاعة بالدين، تمام، وعندنا اللي هي بضاعة آخر المدة أو المخزون السلعي آخر المد. وهيك بيكون عرفنا المعاملات أو العمليات المالية، وعرفنا أول مجموعة اللي هي مجموعة الأصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.